السلام عليكم. طريقة التسجيل إلى كروم بوك: نبدأ بضغط زر الطاقة، بعد ذلك نضغط على ليتس جو لبدء استخدام كروم بوك، بعد ذلك نختار شبكة الواي فاي الخاصة بنا، بعد ذلك نقبل الشروط واتفاقية كروم بوك، ثم بعد ذلك إذا كان لديك حساب جوجل تضع حساب جوجل، إذا لم يكن لديك حساب جوجل تضغط على مور اوبشن كرييت اكونت. نبدأ الآن بخطوات إنشاء حساب جوجل. نضع اسمنا الأول واسم العائلة، بعد ذلك نضع تاريخ الميلاد والجنس ذكر أو أنثى، بعد ذلك نختار إيميل من الإيميلات الظاهرة أمامنا، ونقوم بإنشاء باسورد قوي باتباع التعليمات الظاهرة أمامنا. أضف رقم هاتفك لإعادة تعيين كلمة المرور في حال نسيانها. اقبل شروط جوجل، ثم اقبل شروط سوق بلاي لتنزيل التطبيقات والألعاب من عليه. في الخطوة الأخيرة اضغط على No Thanks، لا شكرا.